شيخة ايش تبين؟ اعطي تليفونك. لا ما اعطيك تليفونك. لا تعطيني تليفونك. ليش تبي؟ لا قسما عليك باخذ تليفونك. ماني معطيك اياها. اشوف قبل لما كنت اقول لك اعطني تليفونك عادي عندك ما كنت تخاف من شيء. قبل كنت اعطيك تليفوني بمزاجي والحين ماني معطيك اياه هم بمزاجي. حسبي الله على ربع اللي مخربين حياتنا. الحين ربعه شكو ربعه بيتحكمون بحياته. ياهل هو؟ اي ياهل. هالشيء انت ما تفهمينه. انا قاعده اربي عزيز من يدي وديد احسه كنه ولدي. خلاص خلاص اسكتي الحين انت لحد يسمعنا ايش فيك. والله شيخه ما ادري شو الصراحه شنو المفروض اني اقول لك بس انا نصيحتي لك ادبي قعدي شوي مع نفسك راجعي انت امورك صفي ذهنك وايد احسن. اكل يشرب يرد ينام هذه حالته. وانت ايش ناطره؟ ناطره لين يطلقك؟ فالج ما قبلنا. انت ايش هالحكي وينتي من هالكلام؟ ايش فيك مبقق عيونك علي؟ انا قايله انت حقوده حاطه عينك علي. صدقين شر علي؟ لا حبيبتي لا حاطه عيني عليك ولا شيء. انا بيلك الخير طلعي ونسي غيري جوه مثلا روحوا سينما حجزي له مطعم. هو مو يحب السوني؟ يبي له السوني وتعلمي وحطيه بحطنا وقعدي جاب لي. ولا ايش رايكم تسافرون؟ هي غيري جو ترى باكر يقطج بيت امك بتحسفين. وقولي جايبت لك خبر يفرح قلبك. يلا معودة فرحينا شوي خلنا نضحك. أوليفيا ايش فيها؟ يولا خطابة. ما شاء الله والله يا هاش الأخبار الزينة. زين شوية خلنا نفرح خلنا نستانس خلنا نطلع من هالجو هذا. الله يرحمهم أبوها بس لو كانوا مفروض موجودين. الله يرحمهم. احنا حسبة أهلها. أنا مثل أمها وأنت مثل أبوها. إيه بس عاد منو اللي متقدم لها؟ ناصر. أي ناصر؟ ناصر ولد نورة. صدقش أنتي؟ شلون خربطين أنتي؟ أنا ما قلت. اسمعني يا ولدي يا ناصر، يوسف لازم تدمره، يوسف لازم يخسر كل حلاله، لازم تدمره من الأساس. ليش يا ولد؟ شنو صاير بينكم؟ أنا ويوسف راسين ورايين بمركب يطبع. أنا ما أدري يمكن باكر عقبه أموت وما ألحق عليه ولا أشوف اليوم اللي يتدمر فيه. فوصيتي لك لازم تقضي على يوسف. أشوفك قاعد على مكتب أبوك الله يرحمه. شطاري. الله يرحمك يا يبا. كل اللي قلته طلع صح. المهم توني مسكرته من فطوم. متى؟ باكر عقب صلاة المغرب. صرتي ما تمشين إلا بالتهديد. أنت هاي ألزم حدودك. ناصر ألو. هلا أوليفيا، ما بغيت تردين علي؟ ناصر كنت مع شيخة طول الوقت ما علي ما شفت التليفون. ماشي زين بس كنت بقولك ان انا ان شاء الله باكر اهلي عقب صلاه المغرب راح يخطبونك. شنو؟ حلوين اللي يستحون احبهم انا. خلاص حد ناصر ما اتحمل هالحكي. زين ممكن طلب بسيط. ابيك بس تطلين علي شويه اشوفك. انت هون؟ وين؟
جبت لك خبر يفرح قلبك. يلا معودة فرحينا شوي خلينا نضحك. أوليفيا ايش فيها؟ يقولها خطابة. ما شاء الله والله يا هاش الأخبار الزينة. زين شوية خلينا نفرح خلينا نستانس خلينا نطلع من هالجو هذا. الله يرحم أمه وأبوها بس لو كانوا المفروض موجودين الله يرحمهم. احنا حسبة أهلها. أنا مثل أمها وأنت مثل أبوها. إيه بس عاد منو اللي متقدم لها؟ ناصر. أي ناصر؟ ناصر ولد نورة. صدقش أنت؟ شاك غربطين أنتي؟